أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المشهد اليمني، مسلحون يبنون مساكنهم فوق صهاريج عدن التاريخية. توكل كرمان تقول لصحيفة بريطانية المملكة المتحدة تتحمل جزءا من مسؤولية الأزمة الحالية في اليمن. ومن القدس العربي، مشتبه بالإرهاب يحصل على وظيفة في مطار عالمي. وأخيرا من البيان، الحكم على سجناء بحفظ آيات من القرآن للإفراج عنهم. أهلا بكم. يعلق موقع المصدر أونلاين في تقرير خاص حول واحد من أهم الأحداث التاريخية التي شهدتها اليمن والتي غيرت مسار الأحداث، ويعنون الموقع ثورة 11 من فبراير بعد سبع سنوات ذهب صالح وبقي الأمل. قال الموقع، رغم ما يعتبره البعض سبع سنوات عجاف عاشها اليمن منذ اندلاع ثورته ودفع كلفتها ولا زال بدماء الآلاف من أبنائه، لكن الكثير من اليمنيين ما زالوا على قناعة بأن ثورتهم يوما ستؤتي ثمار تحقيق الدولة المدنية التي طال انتظارها. وتحدث التقرير عن أمل الثوار وقال إنه لا يزال باقيا في الذكرى السابعة للثورة في وقت غاب فيه الرئيس السابق صالح الذي قامت الثورة ضد نظامه في 2011 من المشهد تماما، الآن بمقتله نهاية العام الماضي على يد حلفائه السابقين الحوثيين. وخلال الأعوام الماضية مرت الثورة اليمنية بعدد من الإرهاصات التي حالت دون تحقيق كامل أهدافها، فعلاوة على الثورة المضادة التي نفذها نظام صالح دخل البلد في حرب دامية لم يخرج منها حتى الآن عقب اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء أواخر سبتمبر 2014. يتابع التقرير، فيما كان اليمنيون ينتظرون طرح الدستور الجديد للاستفتاء، تحالف صالح الذي اتهم بقيادة ثورة مضادة مع الحوثيين وقاموا باجتياح صنعاء في 21 من سبتمبر 2014، فطلب هادي من السعودية التدخل لإنقاذ الشرعية. إلى العناوين الرئيسية في صحيفة أخبار اليوم، وأبرزها نائب الرئيس، ثورة فبراير أتاحت لجيل سبتمبر وأكتوبر أن يروا كم هي الإمامة خصم لدود لليمني ولليمنيين. ورئيس الوزراء يقول، شباب ثورة فبراير قادوا مرحلة التغيير وهم من سينهون الانقلاب الحوثي. ومن ذمار، رجل يلقي أربع قنابل يدوية على أسرته ويقتل نجله واثنتين من بناته. وعنوان، القوات الحكومية تواصل معركة استعادة الجراح بالحديدة ومقتل وجرح تسعة مدنيين بغارة خاطئة. ومن الجوف، الجيش يحرر خط الأمهور وعددا من المواقع الاستراتيجية في برط العنان. كان فبراير فكرة للخلاص، لكن حتى يسوع مات مصلوبا. هكذا بدأ محمد عمراني مقاله المنشور في بلقيس، مضيفا في جزء من المقال. قال فبراير إن هذا النظام استعصى على الإصلاح، وأنه بعد ثلاثة عقود يستحق هذا الشعب نظاما أكثر احتراما للشعب، وتلك كانت جريمة فبراير. مثل كل الدعوات الإصلاحية الحرة والشجاعة في التاريخ، خرج دعاة القديم والمحافظون الذين يستفزهم أي حراك يقض مضاجعهم النائمة على أوجاع الشعوب ليحدثونا عن ضرورة الحفاظ على مصالحهم. تحولت شبكة المصالح المعقدة إلى مفردة اسمها الاستقرار، وصارت أصوات الطلبة الحالمين تهديدا للمستقبل. بعد سبع سنوات عجاف على الذكرى، لن ندافع كثيرا عن فبراير وعن فلسفة الثورة وتطلعات الجيل نحو الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان. اليوم وقد آلت الأمور إلى هذا المآل الرهيب، سنتلمس العذر للضحايا أو لضحايا الضحايا كما يسميهم المثقف العربي إدوارد سعيد. سنترك للتاريخ أن يقول كلمته الفصل بين فبراير الظالم والمظلوم، ولقد عودنا التاريخ أن يحسم الأمور على طريقتها العادلة. قال لوبون في روح الثورات، إن الشعب الفرنسي لن يشارك في الثورة الفرنسية لو أن ذلك الزمن قد عاد بهم إلى الوراء، حتى أولئك الذين يتغنون اليوم بأمجادها. عندما يلتفت اليمنيون بعد عقود لهذه الفوضى الرهيبة،
فإنه سيحتفظ بصورة الشباب اليمني وهم واقفون عند الساعة الرابعة عصرا في أكثر من 17 ساحة من كل الأطياف والأشكال والأحزاب والفئات، يعزفون النشيد الوطني أمام سرية العلم، تخفق قلوبهم بحب الوطن ويطمحون للحاق بركب المستقبل، ويوزعون الورود بصدورهم المفتوحة، يحنون للمزيد من الحرية ويتطلعون لمستقبل أكثر أماناً. سيتذكر التاريخ تلك اللحظة باعتبارها أنبل صورة عبرت عن الإنسان اليمني في أعلى تجلياته وتعبيراته عن حضارته وثقافته. أرض الألغام واقع في أماكن مختلفة باليمن، ففي كل منطقة حقل ألغام، وفي محور صعدة فقط وخلال أسبوعين تمكنت فرق الجيش الوطني من انتزاع 4000 لغم وعبوة ناسفة في البقع زرعتها الميليشيا الحوثية. وقال مسؤول في الفريق الهندسي لسبتمبر نت أن الفرق الهندسية تواصل نزع الألغام ومخلفات الحرب بعد تأمين المرتفعات الجبلية في البقع وسوق البقع والخط الإسفلتي الرابط مع الحدود الدولية مع المملكة العربية السعودية. وبحسب المسؤول فإن هذه المتفجرات تشمل الألغام المضادة للأفراد والألغام المضادة للدروع والعربات والعبوات الناسفة محلية الصنع وبأحجام مختلفة، إضافة إلى تفكيك صواريخ تحكم عن بعد، موضحا أن المتفجرات كانت مواجهة لضرب أفراد وتجمعات الجيش الوطني في البقع، إضافة إلى ضرب التجمعات السكنية في الحدود السعودية. الداخلية لن تلجأ مجددا للاستقطاع من مرتبات الجنود، ولديها طرق أخرى لمواجهة المخالفين من منتسبيها. وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن توجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري قضت بصرف جميع مرتبات منتسبي وزارة الداخلية عبر مصرف خاص، وذلك لتسهيل عملية صرف المرتبات. وأضاف المصدر وفقا لعدن الغد سيكون هنالك إجراءات قانونية للضبط والربط العسكري لضمان التزام كافة الأفراد والضباط بمواعيد الحضور والانصراف والدوام الرسمي بعيدا عن فرض أي استقطاعات من مرتبات الأفراد والضباط. وأكد المصدر أن قيادة الوزارة حريصة على الحفاظ على حقوق منتسبي الوزارة، وبالمقابل لن تتساهل في مواجهة أي تقصير أو تقاعس من قبل منتسبيها، وسيتم الوقوف أمام ذلك بشكل قانوني يحفظ هيبة الوزارة. وتستمر الثورة تحت هذا الاسم، كتب متولي محمود مقاله في يمن مونيتور مضيفا. كل يوم يمر يزداد فيه اليمنيون يقينا بأن ثورة فبراير كانت ضرورة حتمية، فالبلد الغني بالموارد الاقتصادية يتضور أبناؤه جوعا، فيما حفنة من المنتفعين يشيدون قصورهم في الخارج ويتاجرون بأحلام البسطاء، فيما يتصدر الوطن القوائم السوداء والدول الأكثر فشلا في العالم. لقد ذهب الطاغية بكل قوته وغطرسته، لأن لكل ظالم نهاية ونهاية مهينة. سيذهب الطغاة الجدد صاغرين وبذات الطريقة التي ذهب فيها سيدهم، إنها عدالة السماء ولعنة البسطاء الذين طحنتهم الحرب العبثية وأحضرت لهم الموت من كل فج عميق. رغم كل هذا العبث والدمار والدماء التي تراق في كل شبر، يطل علينا فبراير نقيا صادقا، لم يظلم أحدا ولم تكن أحلامه على حساب أحد، بل إنه أنصف الجميع ولم تتعدى أحلامه دولة نظام وقانون لجميع اليمنيين. إن التضحيات التي بذلها ثوار فبراير ستشعل ألف ثورة، وها هم المقاومون نواة الجيش الوطني يصبون دماءهم لتعميد ثورة فبراير ودحر المستبدين الجدد وإعادة اليمن إلى جميع أبنائه، لا لحضن السلالة والطائفة والتمايز العرقي، والعودة به إلى عصور الكهنوت والعبودية. تستمر حركة البناء والبسط العشوائي داخل منطقة الصهاريج الأثرية بمدينة عدن، ونقل الناشطون في المدينة قيام عمال ومقاولين يتبعون فصائل مسلحة في المدينة بالبناء العشوائي داخل منطقة الصهاريج الأثرية المغلقة في عدن. قال موقع المشاهد اليمني نقلا عن مصادر أن حركة عشوائية مستمرة منذ أيام داخل منطقة الصهاريج، حيث يجلب العمال مواد البناء ويغلقون مساحات للعمل فيها أمام
مرء الجميع. إلى ذلك وجه وزير الثقافة مروان دماج مدير مكتب الآثار بعدن بسرعة متابعة قضية البناء العشوائي الذي تم في صهاريج عدن التاريخية بمنطقة الطويلة، والعمل على سرعة إزالته بالتنسيق مع السلطة المحلية في المحافظة. كما عبر دماج عن أسفه لمثل هذه الأعمال التي تضر بمعالم مدينة عدن الأثرية التي نفخر بها بين جميع دول العالم لمكانتها التاريخية العريقة. ويقول الموقع: تعد صهاريج عدن من أبرز المعالم التاريخية والسياحية التي يحرص على زيارتها الزوار المحليون والسياح العرب والأجانب القادمون إلى مدينة عدن، والتي تدل على عمق الحضارة اليمنية القديمة. والصهاريج هي عبارة عن خزانات مياه لتخزين مياه الأمطار لاستخدامها للزراعة وللشرب، وهي أيضا لحماية مدينة عدن من السيول التي تسبب دمارا كبيرا حين نزولها كل عام. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. قالت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان إن المملكة المتحدة تتحمل مسؤولية الأزمة الحالية في اليمن بعد تصديرها الأسلحة إلى السعودية. وقالت كرمان لصحيفة الإنديبندنت إن المملكة المتحدة والولايات المتحدة وجميع الدول التي تبيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية تشترك في عمليات القتل في اليمن. وأضافت في تقرير ترجمه الموقع بوست: سيكون من الخطأ عدم التحدث عن إيران التي تتدخل في اليمن وتدعم وتصدر الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي. ودعت كرمان عددا من الدول بما فيها الولايات المتحدة وإيران إلى وقف تزويد السعودية والميليشيات المتمردة بالأسلحة، كما حثت المملكة المتحدة على الضغط على إيران لوقف تدخلها في اليمن، حيث يتجاوز عدد القتلى 12,000 شخص. ودعت كرمان المدافعين عن حقوق الإنسان إلى بدء محاكمة المتورطين بمجازر اليمن، وقالت: نريد المحاكمات في المحاكم المحلية في أوروبا وفي المحكمة الجنائية الدولية، لقد ارتكبوا مجازر في اليمن وتسببوا باستمرار الحرب. وكانت كرمان قد اتهمت في قمة أورويك الاقتصادية العالمية في برمنغهام السعودية والإمارات العربية المتحدة بدعم حملة لتقسيم اليمن من خلال دعم الانفصاليين ضد الحكومة المعترف بها دولياً. إلى صحيفة العرب الجديد والتي قالت بأن 9 مدنيين من أسرة واحدة قتلوا جراء غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي في محافظة الحديدة. وأفادت مصادر محلية للعرب الجديد: التحالف نفذ غارة واحدة على الأقل استهدفت منزلا في قرية الشرجة بمديرية الجراحي. ووفقا للمصادر فإن أفراد الأسرة 9 قتلوا بقصف التحالف، بينهم 5 نساء، فيما لم يصدر على الفور تعليق من قبل التحالف الذي تقوده السعودية. وتشهد الأجواء الجنوبية من محافظة الحديدة اليمنية الساحلية مواجهات بين الحوثيين وقوات موالية للشرعية، بالإضافة إلى غارات جوية متجددة منذ ما يقارب الشهرين قتل على إثرها وأصيب عشرات من المدنيين. التاريخ والربيع العربي، تحت هذا العنوان كتب الأردني بشار طافش مقاله في العربي الجديد مضيفا في جزء من المقال: حل الربيع العربي أخيرا نتيجة متوقعة وردة فعل طبيعي من شعوب عانت من اضطهاد وظلم وفقر وتخلف. هي أمراض تخلصت منها شعوب الغرب، شعوب الحداثة، منذ قرنين، إلا أن الأنظمة الدكتاتورية العربية العميقة أبت إلا أن تحوله من ربيع إلى عاصفة رملية وكأنها في قلب صحراء الربع الخالي. والآن ندرك أكثر من أي وقت مضى أن القضاء على مشكلات الأمة من أنظمة فاسدة عفنة ومجرمة ليس من خلال جولة واحدة، بل ستكون هناك سجالات بين الخير والشر، الظلم والعدل، الحرية والقهر، وعمليات مخاض عسيرة يتخللها تغيير للعقلية الجمعية للشعوب العربية وتطور في نظرتها إلى السلطة
والسلطويين والموظف العام، وفهم واضح وعميق لمفهوم العقد الاجتماعي، والتنبه أخيراً إلى الحفاظ على مكتسبات الأمة من الحرية والعيش الكريم كأمر مقدس. في هذه الحال سيتمنى أصحاب السلطات العربية الذين كانوا على رأس تلك الأنظمة بأنهم ماتوا موتاً طبيعياً قبل أن يصلوا إلى هذه المرحلة، وهم يدركون ساعتها أنهم كانوا مخطئين حين اعتقدوا أن التغيير قد يحدث يوماً. سيدركون خطأهم الجسيم جيداً وهم يقفون أمام حبل المشنقة على منصة الإعدام، وهي تزج أسماءهم في مزبلة التاريخ. واهم من لا يؤمن بالتغيير، وواهم أيضاً من لا يؤمن بانتهاء تلك الحقبة العربية المظلمة. وكيف لا يؤمن وهي أجيال ممن تربوا على الذل والخنوع وعبادة أحذية العسكر ومدسات زبانية السلطويين انتهت تقريباً. ننتقل إلى صحيفة القدس العربي، حيث تمكن مشتبه فيه بالإرهاب وبأعمال عنف وسطو من الحصول على عمل في مطار هيرثو في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد خضوعه لفحص أمني. المشتبه به عبد الله محمد بدأ يعمل حمالا في إحدى صالات المطار في أوائل فبراير الجاري، حسبما ذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية. وأوضحت الصحيفة أن المجرم السابق عمل في أكبر مطار في المملكة المتحدة لمدة 5 أيام، وتمكن خلال هذا الوقت من تصوير طائرة من مسافة قريبة ووضع الصور على الشبكات الاجتماعية، ومن خلالها تم التفطن إلى أن لديه حق الوصول إلى مكان إقلاع الطائرات. وقد لاحظ المسؤولون في المطار هذا الأسبوع أن هذا العامل الجديد اسمه كان مدرجا في قائمة المشتبه بهم في الإرهاب وأعمال السرقة، وله سجل حافل في القضاء البريطاني يضم قضايا مختلفة في السرقة وغسل الأموال والتهديد بالقتل والعنف. مطار هيرثو يعتبر ثاني أكثر المطارات ازدحاما في العالم والأول في أوروبا، ويخدم 67 مليون مسافر سنويا. في قرار قضائي فريد من نوعه في لبنان، كما أوردت صحيفة البيان، أمرت قاضية 3 شبان متهمين بإهانة السيدة مريم العذراء بحفظ آيات من سورة آل عمران في القرآن الكريم كشرط لإطلاق سراحهم. وخلال نظرها في قضية 3 شبان مسلمين موقوفين بتهمة إهانة السيدة العذراء، قررت قاضية التحقيق في لبنان الشمالي جوسلين الطلب من المتهمين حفظ آيات عن السيدة مريم من سورة آل عمران، وذلك كي يتعلموا التسامح بين الأديان ومحبة المسلمين للسيدة العذراء، خلافا للأفكار البشعة التي يزرعها المتطرفون في أذهانهم. القاضية وبعد أن تأكدت من حفظ الشبان للآيات القرآنية أطلقت سراحهم عوضا عن سجنهم. رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري وجه التحية للقاضية وكتب عبر حسابه على موقع تويتر أن حكمها على الشبان في قضية السيدة مريم وإلزامهم بالحفظ من سورة عمران قمة في العدالة وتعليم المفاهيم المشتركة بين المسلمين والمسيحيين. المرأة في فبراير، تحت هذا العنوان كتبت بلقيس أحمد الأبارة مقالها المنشور في الموقع بوست، مضيفة في أجزاء منه: ماذا صنعت يا أخت بلقيس حتى استطعت أن تحفري مسيرة عظيمة أسرت كل الأفئدة وتسطري ملاحم في النضال السلمي؟ ستدون على كتب التاريخ علامة مشرقة تضيء عالمك متغلبة على تلك العادات الرجعية بثبات منقطع النظير. لم تثنك تلك الحدود الضيقة التي أريد لك ألا تتجاوزيها، ولا الجدار الصلب من القمع والتمييز الذي وضع لثنيك عن استكمال المسير نحو الهدف المنشود بالتغيير وخلق واقع جديد لمجتمع يحقق ويلبي طموحاتك وأحلامك. لقد أثبتت بالفعل أنك المعادلة الحرجة في الديمقراطيات الحديثة التي لم تكتفي بالدعوة إليها ضمن حدود البيت مكبلة بقيود القبيلة، بل تجاوزت ذلك وأقنعت الجميع بالاعتراف بعمق تأثيرك وبحضورك الفاعل الذي سلب منك منذ زمن طويل. خرجت باحثة عنك أولا وعن طموحاتك، عن الوطن المسلوب الذي أردت له أن يعود ليكفل لك ذلك.
تربعت على عرش القيادة وبادرت في تقديم التضحيات الجسام إلى جانب شقيقك الرجل لاقتلاع الفوضى وجذور الفساد. تنوعت فنون نضالك بالدعم والمساندة الكبيرة في أشكال العمل النضالي. تنوعت فنون نضالك بالدعم والمساندة الكبيرة في أشكال العمل النضالي، فشاركت في التظاهرات والاعتصامات الجماهيرية، وكان لك الحضور القوي والنصيب الأوفر في ساحات العزة والكرامة بعموم الجمهورية وأبرزها في العاصمة صنعاء. في جولتنا المصورة لهذا اليوم نستعرض من موقع شبكة البي بي سي مجموعة من الصور الفائزة في دورة عام 2018 من المسابقة الدولية لمصور الحدائق، والتي شهدت مشاركة أعمال من شتى بقاع العالم تصور مناظر طبيعية خلابة. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.